إن وظيفته بتدفن موهبته ومش بتطلع طاقة الإبداع اللي عنده. في أصحاب أشغال كتير بيشتكوا من الشباب إن هما ما بقوش مبدعين ومش عايزين يشتغلوا. أكيد في حاجة غلط، خلونا نعرف المشكلة والحل. مشكلة كلنا عدينا بيها، إننا بنيجي في آخر سنة في المدرسة مطلوب مننا ناخد قرار هترتب عليه الجاي من حياتنا كلها. القرار ده هو إحنا هنخش جامعة إيه، وعايزين لما نخلص نطلع بنشتغل إيه. طب هل إحنا مؤهلين إن إحنا ناخد قرار زي ده في الوقت ده؟ كله بيبقى عايزنا ناخد القرار اللي هو شايفه لينا صح، مع إن دي حياتنا إحنا. المشكلة ما بقتش مشكلة شخص واحد، الموضوع تطور إن المجتمع بيشتكي من عدم وجود إيد عاملة ماهرة في السوق، وده جاي طبعاً من إن الناس مش متوظفة في أماكنها الصح. إحنا دلوقتي وصلنا لسن إن إحنا ناخد قرار مصيري في حياتنا، اللي هو نخش كلية إيه، ولما نتخرج من الكلية دي هنعمل إيه. واساسا احنا مش فاهمين الكليه دي عباره عن ايه، ولما نتخرج من الكليه دي هنعمل بيها ايه. بقينا دايما تايهين ومش عارفين هنعمل ايه. انا كواحد في ثانوي بحب حاجات كتير ومش عارف ايه اكتر حاجه انا بحبها وايه اكتر حاجه ممكن اشتغلها وممكن تبقى هوايه. انا دخلت صيدله عشان كنت بحب الكيمستري بيولوجي، بس اكتشفت ان مش ده اللي انا بحبه او مش ده اللي انا عايز اشتغله. يمكن ده اللي كنت عايز ادرسه وانا صغير، بس مش ده اللي انا عايز اشتغله وانا كبير. فقررت في اخر سنه ان انا اتعلم الميديا والبرودكشن والفيلم ميكنج والاعلانات.